مشاهدينا الكرام، نذيع على حضراتكم أهم وآخر الأنباء من الفضائية المصرية. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نعى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، وأكد الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر فقدت اليوم رجل دولة من طراز فريد. وقال الرئيس السيسي إن الراحل كان بارا بمصر، وفيا لترابها وأهلها، وصاحب يد بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية ورؤيته الحكيمة وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلا عن أخلاقه الرفيعة العالية وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن. وعرب الرئيس السيسي عن خالص عزائه لأسرة الفقيد وأهله، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ورمز العطاء والوطنية، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض، ولد بقرية جروان بمركز الباجور محافظة المنوفية، وتولى رئاسة الوزراء اعتبارا من يناير عام 1996 حتى أكتوبر عام 1999، وأعيد تكليفه بالمنصب مرة أخرى في الفترة من نوفمبر 2011 إلى يوليو 2012. أنا لم أتوقف إطلاقا على متابعة ما يدور في مصر. هذا الشعب الكريم ما بنساش من يباهد في موقعه إعلامي اقتصادي سياسي، فكنت كل ما أظهر أروح موقع يسقفوني. برحيله فقدت مصر أحد الرموز الوطنية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله. كرس حياته لخدمة الوطن وانحاز لمحدود الدخل فلقب بوزير الفقراء. إنه الدكتور كمال الجنزوري. ولد الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 من يناير عام 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشيغان الأمريكية. شغل العديد من المناصب، فعمل محافظا للوادي الجديد ثم محافظا لبني سويف، وأسند له إدارة معهد التخطيط القومي، ثم أصبح وزيرا للتخطيط ثم نائبا لرئيس الوزراء. خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة استطاع الجنزوري قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية، فكان نموذجا في البذل والعطاء. لم يتأخر يوما عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعمله وعلمه أو جهده وتفانيه في تقديم خبراته الواسعة، لا سيما في المجال الاقتصادي لمصلحة الوطن. إنني أريد أن أحمل المسؤولية، وأنا عندي من القدرة أحمل أكثر من أي حد. الدكتور الجنزوري كان رجل دولة من طراز فريد، فخلال الحقبة الأولى من رئاسته لمجلس الوزراء
عمل على بلورة أفكار ومشروعات ضخمة ساهمت في تسريع عجلة الإنتاج والزراعة والأمن الغذائي بعيدا عن منطقة وادي النيل المزدحمة. وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في العام 1983 وانتهت في العام 2003، إضافة إلى توصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة وساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي. تولى الدكتور الجنزوري رئاسة الوزراء لأول مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال الفترة من 4 يناير عام 1996 إلى 5 أكتوبر عام 1999. وعقب أحداث ثورة يناير 2011 كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة، حيث أدى اليمين الدستوري في ديسمبر 2011 واستمر فيها حتى يونيو 2012، كما تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية آنذاك عدلي منصور للشؤون الاقتصادية في يوليو. رحم الله الدكتور الجنزوري الذي أفنى حياته في خدمة الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخه. رحم الله الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.